رسموا شعار التغيير وطيافهم متوحدة، وحدوا كل الأديان وهم التطرف ضده. رسموا شعار التغيير وطيافهم وحدوا كل الأديان وهم التطرف ضده. دوم دوم منصور أخوتهم. انتظرونا عاجلا لمشاهدة البث المباشر للمهرجان 36 المهدي علم تقوى وسطية أخلاق الديوانية، السبت 21 من جماد الآخرة لعام 1441 للهجرة، الساعة 2 ظهرا. ويتضمن المهرجان تلاوة القرآن ومحاضرات وعظ وأرشاد وبحوثا حوارية مستوحاة من فكر السيد الأستاذ، وقصائد تضامنا مع تظاهرات شباب العراق الذين أرادوا الوطن بكل بساطة ووضوح وبراءة وضيبة وسلمية وأخلاق، وترحما على أرواح الشهداء وتضحياتهم، وبمشاركة نخبة من الباحثين والقراء والرواديد والذاكرين من الشباب والأشبال. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 0770-358-07-0770-370-274-84. لمشاهدة البث المباشر على المركز الإعلامي يمكنكم متابعتنا عبر الروابط التالية